سأل عن حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذا. الحديث متفق على صحته. حديث الأعمش عن منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد أن يسأله فقال فيه الوضوء. وهذا اللفظ للبخاري. وعند مسلم يغسل ذكره ويتوضا. وعند البخاري توضا واغسل ذكرك. وعند مسلم توضا وانضح فرجك. والاخ يقول ان قلت فيما مضى بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن السائل. اللفظ صريح في هذا ان السائل كان مقداد. كل روايه وردت بأن علي كان هو السائل لم تثبت. وكل رواية وردت لأن السائل غير المقداد فهي لم تثبت أيضا. الثابت في الصحيحين لأن السائل هو المقداد وما عدا ذلك في الرواية الشاذة لأن الواقعة واحدة ولا يمكن حمل ذلك على التعدد. وكان علي كان حاضرا كما جاء ذلك عند النسائي وغيره. قد سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل ناب غيره في الفتوى يقول ترى السائل فلان لا يزل شرط. يعني أنبتك في سؤال في الفتوى ليس بشرط تخبر أني أنا السائل. أهم شيء يكون النائب هذا يفهم الحكم لأن أحيانا ما يعرف المقيد والمقام المطلق فيعطي الحكم ويقول المفتي إلا ثم يدع إلا يقول لا حاجة إليها وقد تكون هي الأصل. بالتالي يشترط في الفتوى شروط ليس أطلاقا لشرط ينيب عنه غيره. أحيانا ما يفهم لك أحيانا تفتي العامي بمسألة تخاطبه على قدر فهمه وعلى قدر عقله ثم ينقل الفتوى على حسب فهمه وقد تكون في التغير في الفتوى. إيه نعم فذلك لابد من أحيانا العلماء يجيبون الاستفصال في الفتوى. مثل رجل جاء لي شريح يسأله قال وها توفي زوجتي فمالي منها. أظهر السؤال توفي الزوج فليس لها أحد. قال لك النص. لك النص لأن الزوج ما يكون له النص وما يكون له الربع. قال له شريح هل لها أحد غيرك؟ قال نعم لها أم ولها إخوة ولها أخوات. ذكر شيئا من ذلك. عفوا ما ذكر أخوة ذكر أخوات من أم وأخوات شقائق. إذا كل مسألة من ستة على أم لها السدس واحد وجي جمع الأخوة الزوجة على موجود أبناء لها النص ثلاثة الأخوات الشقيقات لها الثلثان أربعة والأخوة أخوات لأم لهن الثلث عادت المسألة إلى عشرة. قال لك ثلاثة من عشرة. كوالله ما تفهم ما أعطيتني لا نصفا ولا ربعا. قال له شريح أتراني ظلمتك؟ قال نعم والله لقد ظلمتني. قال أنا والله لا أراك رجلا فاجرا تكتم القصة وتجور في القول فكتم من هلك. قد يكون كتم عن جهل منه قد يكون كتم يوم السابق فمن أول أخذ النص نعم ما هناك أحد. لكن بعد ذلك عادت المسألة لا يأخذ لا نصفا ولا ربعا يأخذ ثلاثة من عشرة لأن المسألة عادت وقول بالعور هو الصواب. فبالتالي لابد ان الانسان اذا ناب شخصا يفهم الفتوى. احيانا ما ينقل المسألة على وجهها
وهذا يستمع التثبت أحيانا من نقل الأخبار تنقل إليكم عن طريق فلان وعلان، صار في واقع الناس وفي حياتهم أو فيما يقال عن فلان أو في نقل الفتوى. هذا العامة أحيانا ما يحسنون النقل، وأحيانا يكون في عنده طلب من العلم كثيرا حتى ما يفهم، ليس من طالب علم يكون عنده فهم، وأحيانا هو لا يفهم ينقل الفتوى على غير وجهها. وبالتالي لابد من التثبت ولابد من استنابة من يفهم ويحسن الكلام والسؤال، يعني ما يحسن السؤال ثم يرتب على الجواب غلطا على غلط السؤال، وأحيانا يحسن السؤال ولكن لا يحسن المداخل ولا المخارج.